علاج المريض للحمل، وايضا راح نشوف كان بي لوكيتد باي يوزنج ذا فيرست داي. ممكن نحس من اليوم الاول من الفرونت ال ان بي فيرست حتى نشوفه. المفروض ان مثل ما قلت لكم من اشخصه اشوف حجمه مال شهره، بس هي تقول لي حامل من هجمه يطلع لي حامل 4 شهور، اذا بي اي يو جي ار. تمام. الفوندال غايز يعني القمه والقاع مالت الحوض مالت العفو مال الرحم نشوفه. السمبلست and most common method to diagnose the IUG found the right size of the uterus measured in the distances. يعني نشوف المساحة بينه وبين عظم العانة. إذا نشوف حجمه صغير هنا شو قلنا؟ الرحم شو يصير؟ البطن تقل المساحة، إذا هذا راح يشوف الحجم مالته راح يصغر. إذا نقول حجمه مالت البطن مثل ما هو بطن نقيمه على ظهره وافحص بطنه بين عظم العانة وبين بطنه وين واصله، وهي تقول لي مدة 5 أشهر المفروض تصعد للإمبلايكل توصل يم الإمبلايكل بالضبط، راح يشوفها فوق عظم العانة معناته حجمها صغير. تقول له روح يسوي سونار، بمعنى شنو؟ ممكن عندها اي يو جي. تمام؟ فإذا قياس